لمزيد من راحة الأم فيما يتعلق بالتعامل مع أطفالها تنضم إلينا في الاستوديو ككل يوم أحد المتخصصة في حاجيات الأطفال سينجا دي جرو تشونغ. سينجا صباح الخير. صباح الخير محمد، كيف حالك؟ جديد من الأفكار جايتيها معك اليوم، شفنا عربيات شيء بعض الحاجيات أيضا معك، شو الأفكار الجديدة؟ الأفكار الجديدة هدول طبعا اللي شايفينهم هون اكسسوارات اللي تابعة للعربية اللي رح نشوفها. هاي العربية كتير مشهورة لأنها طلعت جديد ومن ميزتها إنه بتخص للسفر، يعني إنه خفيفة وللمحلات وبتنضب بحركة واحدة ولما بتنضب بتكون صغيرة الحجم، كتير صغير حجمها، بيجي طول حجمها تقريبا لك نص متر او يعني 60 سنتي، فكتير صغيره وقليله وخفيفه، فكتير مشهوره هلا. هاي بخصوص العربيه. ممكن بعد شوي بدنا نشوف الصور. اكيد. هلا هاي العربيه بتيجي طبعا شيء 7-8 الوان، احنا هون اللون اللي شايفينه هي البيس بيكون دائما لونها سوداء، والكفر بتكون هون احنا شايفين لون الغطاء بيكون لونها سيلفر فضي. بس بقدر الواحد يكون في عنده اي لون ثاني يعني. بهاي لا، لانه بدك تنقي بس لون واحد، وبس اللون الثاني بقدر نقيه هو لون الفضي. اوكي، يعني الفضي هو اللي بيتغير، الاسود هو الثابت. اوكي، وعندك الهاندل بار اللي بتنزل، والكرسي هذا الحلو فيه انه مع انه صغير وهو الطفل نايم بيقدر ينزل، يعني انه عشان انه يرتاح، لانه معظم الكراسي العربيات اللي بتكون للخرج انه سفر او اشياء الصغير كثير الطفل بضله قاعد ونايم، يعني الكرسي ما بترجع لورا، فهي بتعدليها بحسب حاجه الطفل. بدك كانه مستلقي نايم مرتاح. بالضبط، مرات ما بيكون نايم يعني بس بده يسترقي شوي، ففيك انت تراجعه لورا، والكرسي نفسه هذا بيصير المقعد نفسه انه بتقدر تكبره او تصغره حسب الحجم الطفل. اوكي اورايت. وهون اللي عم تعمل اللي بتسويه الكرسي نفسه فيه الطفل يكون مواجه للامام او انه يكون واجه امه. فهلا هون الكرسي نفسه هي عم تحاول تشيله عشان تغير البوزيشن تبعه، واجهته يكون مواجه للام هلا. فبتغير الكرسي نفسه مش المقبض تبعه. لا، المقبض ما بتتغير. اوكي، لانه زي ما انت شايفه هون العجال كلياتهم نفس الشيء، يعني مش زي اللي كنا شايفينه قبل، عجال كبيره وصغيره. هذيك اكبر شوي، هاي اسمها البي او البوجابو بي، اصغر شوي حجمها. فعشان هيك الكرسي بتتغير، يعني بتصير موقعها، فبصير الطفل وقتها مواجه الام اذا كان مثلا مريض او الام حابه انه تشوف. اذا كان طفل كثير صغير بفضل يكون دائما مواجه الام عشان تشوفه اذا استفرغ او شو. كمان فيها ميزات. فيها ميزات انه هي رجعت فكتها ورجعتها زي ما كان قبل. بترجعها، وميزتها انه كثير كثير خفيفه محمد، وزنها تقريبا 8 كيلو. اوكي، خفيفه كثير. عاده العربيات بيجي وزنهم بين 10 ل 12 كيلو. حسب العربيه يعني بتحسها متقال يعني. صح. هاي كثير خفيفه وبتنضب بحركه واحده، بعكس هذيك اللي لازم تنشال الكرسي بعدين بتنضب الفريم بعدين تنحط العربيه فوقيها. هلا هاي بتيجي زي الادابتر بسموها لتحط عليها الكرسي تبع الطفل اذا كان الكرسي السياره، مقعد السياره لما يكون صغير كثير وما بدك تضلك تقيمه وتحطه من مقعد السياره بيركب عليها. وبالرغم من كل هالميزات اللي فيها قديش بيكون سعرها هاي؟ سعرها محمد بيجي تقريبا 2000 وشوي، يعني انه درهم يعني زي يعني حوالي 600-700 دولار للي مش عايشين بالامارات. بس مزبوط، بس اذا بتلاقي اسعار العربيات هلا يعني انه ما في شيء صار بألف، يعني الاشياء الألف تكون يعني مواصفاتها ما بتيجي بهذا السبيسيفيكيشنز واشياء اللي فيها. مثلا فيها هاي السسبنشن بيقولوا المكابح انه البرغي زي الزنبرك. عرفت؟ فالطفل اذا كان ثقيل بيهتز يعني، فكيف بيقولوا سسبنشن زي تبع السياره انه ما بيحط ضغط على العجل. بالزبط. بيخرب العجل نتيجه او مثلا اذا كنت بمحل انه فيه كثير مثلا مش مستوي الارض مش مسطح يعني وفي كثير حجر او كذا انه ما بتأذي ظهر الطفل. وهي بورجينا انه كيف تقدر تضبه. واذا كان طفل حديث الولاده اوكي بيقدر تحط جوا هذا زي كانه بسموه زي السليبنج باج. اوكي، او بسموه الناس زي الناس بتحطه جوا هون وبصير انه الطفل ينام عليه. اذا هيك ضبطتيها هون، ضبطته بحركه واحده وكثير سهله للحمل. وإذا للسفر كمان بيجي معها شنطة إنه بتفوت جوا الشنطة وهاي الشنطة
يعني فيها سفنج خميل كثير، فتحمي من هذا. هلا في بعض الطيارات، اذا في بعض الطيران يعني بسمحوا لك تدخل العرباي هاي لجوا الطياره، بس بدك تتاكد من الطياره، لان انا مش متاكده من اي طياره بالضبط تسمح لدخول العربيات. عاده كل العربيات بياخذوهم منك عند دخول الطياره وبنزلوا لك على فبكونوا معرضين للكسر اذا مش محطوطين بشيء محمي. بالضبط. فاذا محطوطه بشنطه لها بتكون محميه وبتحميها من الوسخ او التمزق، لانه الالوان يعني والغبره. الجميل فيها هلا رح نشوفها بهي الشنطه انه كمان بتنجر، فمش ضروري الواحد يحمل كمان. بالضبط. في لها زي عجلات بتصير زي شنطه. بالضبط. انه ما بتكون ثقيله كثير. لاي اعمار تنفع هاي سنجه؟ هاي لغايه اي عمر واي وزن؟ يعني من حديث الولاده لحتى يصير عمر الطفل شيء 3-4 سنين. بضل تستخدم لحتى 4 سنين؟ بالضبط. رغم انه وزنها 8 كيلو بس. 8 كيلو. تحمل كم كيلو؟ تقريبا 20 ل 25 كيلو. يعني تقريبا زي البوغا بول العادية. زي البوغا بول العادية. شو الفرق اذا بينهم؟ الفرق بينهم انه هي الفرق بينهم انه هي اصغر شوي وبتساعد الام، بتسهل عليها للسفر. زي ما انت شفت البوغا بول كميله يعني الاولانيه، انه لما بدك تضبيها لازم تشيل العجال، لازم تشيل الكرسي من الفريم وتضبيها، انه صارت شوي اصعب. طيب. ضايل معنا اقل من دقيقه، شايفين معكي شمسيه هيك. هاي بتيجي محمد مع العرباي، انه اكسسوارات الشمسيه هاي. اذا كانت الام رايحه على البحر او محل انه طالعه برا في شمس، هاي بتحمي الطفل من الشمس. شمسيه الام وين؟ شمسيه الام بتاخذها هي لحالها. بتستقيه. وفي هاي كمان، وهي بتتعلق على العرباي، على الكاس، على العرباي. ففيها الام بتحط مثلا حليب للطفل اذا كان ايدها انه بدها تمسك انيه الحليب فيها تحط هون، او اذا ما كان الطفل بيشرب حليب ساعتها انه اذا كانت الام بتشرب قهوه او عصير اي شيء فيها تحطه، يعني انه تسنده بهاي الكب هولد بسموها. الماسك بس الكهن. هاي الشمسيه ما بتتركب على العرباي ولا لها؟ بلا بتتركب. هاي على الفريم محل لها. ايوه شايف هون بتفوت على الفريم تبع العرباي. شكرا جزيلا لك يا سنجا، نشوفك بركي الاسبوع الجاي اكيد بافكار جديده للام والطفل. شكرا.